ومن العناوين هنروح دلوقتي تفاصيل اخبارنا، والبدايه هتكون مع اخبارنا المحليه. النهارده هتستكمل باقي مباريات الجوله الثانيه من دوري نايل، دوري الممتاز. الساعه 4 بلديه المحله النهارده يستضيف سموحه على استاد غزل المحله، المباراه هتكون مذاعه على اون تايم سبورتس 2. اما الساعه 7 مساء عندنا مباراه اخرى، مباراه مودرن فيوتشر هيواجه الداخليه، وهتكون المباراه على استاد القاهره، والمباراه هتكون مذاعه على اون تايم سبورتس 1. لو اتكلمنا مع حضراتكم بشكل اكبر عن المباراتين النهارده، وتحديدا المباراه الاولى اللي تنطلق خلاص الساعه 4 العصر بين بلديه المحله وبين سموحه، المباراه هتكون على استاد غزل المحله. بيدخل الفريقين المباراه النهارده بمعنويات مختلفه، يعني حقق البلديه الفوز كان مهم على المقاولون العرب في الجوله الاولى، اما فريق سموحه تعادل مع الجونه بهدف لكل فريق. كابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلديه المحله عنده امل في ان يواصل الانتصارات في الفتره المقبله، وطالب اللاعبين بضروره اغلاق فلو تماما صفحه المباراه الماضيه، وان يركزوا اللاعبين في تحقيق الفوز على سموحه واستغلال كل الفرص المتاحه خلال المباراه. وهو طبعا بيعتمد يعني على معنويات اللاعبين المرتفعه وحاله النشوه اللي فيها اللاعبين، لكن في نفس الوقت بيحذر من انتفاضه الفريق السكندري اللي بيبحث بكل تاكيد عن الفوز الاول للنهارده. اما على الجانب الاخر، كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه استغل ودرس كمان كل نقاط القوه والضعف في فريق بلديه المحله في مباراته الاخيره، وشاف المباراه الاخيره امام المقاولون العرب، وحذر اللاعبين من صحوه البلديه، وطلبهم بعدم تكرار طبعا الاخطاء اللي حدثت في مباراه الجونه الاخيره، واهدار كان العديد من الفرص السهله اللي اتيحت امام المهاجمين امام المرمى، وهدد بابعاد اي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب في الفتره القادمه مع الفريق. كمان النهارده قائمه سموحه بتشهد عوده محمود حليمو وحسام حسن لقائمه الفريق. اقول لحضراتكم ان فريق بلديه المحله بيحتل المركز الثاني في ترتيب جدول دوري نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على المقاولون العرب في الجوله الاولى، وسجل الهدفين ولم تهتز شباكه باي اهداف حتى الان. بيحتل فريق سموحه على الصعيد الاخر مركز ال11 برصيد نقطه واحده من التعادل في الجوله الاولى مع اللجونه بهدف لكل فريق. في مباراه ثانيه النهارده زي ما قلت لحضراتكم الساعه 7 مساء هواجه فريق مودرن فيوتشر فريق الداخليه، والمباراه هتكون على استاد القاهره الدولي. وبيدخل الفريقين اللقاء بمعنويات عاليه في الفتره الماضيه بعدما حقق مودرن فيوتشر في الفوز على فاركو بهدفين نظيفين في الجوله الاولى، فيما انتزع الداخليه كان فوز مهم من امبي بهدف نظيف في نفس الجوله. بيسعى البرتغالي فورمانسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر انه يواصل البدايه المميزه للفريق بالفوز على فاركو، وتحقيق الفوز يكون الثاني على التوالي من اجل المنافسه مبكره على المراكز المتقدمه، ومنح كمان الثقه للاعبين والتوليفه طبعا اللي بقى يبدا بيها مباراه الدوري، وحذر كمان من خطوره فريق الداخليه في الهجمات المرتده، وطلب اللاعبين بضروره انهاء المباراه بشكل مبكر واستغلال انصاف الفرص وترجمتها الاهداف. في المقابل برضو كابتن ميمي عبد الرازق عفوا طالب المدير الفني طبعا لفريق الداخليه، طلب لاعبيه بضروره بذل اقصى جهد من اجل مواصله الانتصارات وتجميع النقاط مبكرا من اجل ابتعاد مبكرا عن منطقه الهبوط. يعني بيحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثالث في ترتيب جدول دوري نايل برصيد 3 نقاط بعد الفوز كان على فاركو بهدفين نظيفين متساوي بنفس الرصيد مع الوصيف بلديه المحل. وبيحتل فريق الداخليه المركز السادس برصيد 3 نقاط من الفوز على امبي بهدف نظيف. لسه مكملين اخبارنا المحليه ونروح لفريق بيراميدز، واغلق الجهاز الفني صفحه بطوله الدوري بعد مواجهه البنك الاهلي كانت امبارح، عشان يبداوا يركزوا على مواجهه الجيش الرواندي في اياب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. مقرر تقام المباراه الجمعه القادم 29 سبتمبر، المباراه تكون الساعه 6 مساء في استاد الدفاع الجوي في القاهره. انتهت طبعا مباراه الفريقين في الذهاب في رواندا بالتعادل السلبي بدون اهداف، وتفصل بيراميدز خطوه واحده من التاهل لدور المجموعات. وحرص جيمي باتشيكو طبعا المدير الفني لفريق بيراميدز على التحدث مع اللاعبين حول ضروره غلق صفحه الدوري في الفتره الحاليه والتركيز جيدا في لقاء الجيش الرواندي حتى لا تحدث مفاجآت غير متوقعة في المباراة القادمة.
كمان بيواصل فريق المقاولون العرب تدريباته الجماعيه اليوم الثلاث دون الحصول على راحه بعد التعادل طبعا امام نادي الزمالك. كان تعادل ايجابي في اطار الجوله الثانيه من دور دوري نايل. استعان تعمل المواجهه القادمه امام سموحه في الجوله المقبله تكون ان شاء الله يوم الخميس 5 اكتوبر القادم في اسكندريه. وبيخوض اللاعبون اللي خاضوا طبعا مباراه نادي الزمالك بالامس تدريبات استشفائيه في مران المقاولون العرب اليوم تجنبا وقوع اصابات عضليه في ظل ضيق الوقت بين المباريات في الفتره القادمه. وكمان الكابتن شوقي غريب بصراحه امبارح قدم مباراه رائعه يعني ادار مباراه رائعه لنادي المقاولون العرب وقدر ان هو يكون ند قوي لنادي الزمالك وطلع طبعا بنقطه ثمينه جدا في الدقائق الاخيره من المباراه وقت المحتسب بدل الضائع اللي طبعا يحصد نقطه غاليه جدا امام نادي الزمالك في مباراه الامس.